دورة هايلة، كل حاجة فيها مظبوطة، التنظيم مظبوط، الأفلام القصيرة تهبل، الندوات مهمة جدا، وكان فيها ندوة مهمة جدا اللي هي تمكين المرأة، دي كانت رائعة. الأفلام الطويلة اللي موجودة برضو فيها أفلام مهمة كتير جدا جدا، وممثلين مشرفين. الحقيقة في ظل الظروف اللي العالم كله بيمر فيها، إن احنا نعمل مهرجان ونقومه بالشكل ده وبالطريقة دي، يبقى احنا بنقول للعالم كله إن احنا بخير وإن احنا ناجحين وإن احنا زي الفل. بصي، هي متمكنة في مجالات كتير، بس في الناس عايزة تصدق بقى، يعني تصدق في الفكرة، نبطل بقى نتجاهل فكرة ان المرأة عمود المجتمع، لان دي حقيقة. الحقيقة ان المرأة المصرية بالتحديد بقى، لو اتكلمنا عن المرأة المصرية، دي عايزة بقى كتب مش كتاب واحد، انه المرأة المصرية مش بس مرأة عاملة ناجحة، لا، دي مرأة وست بيت، يعني مرأة عاملة وست بيت ومربية وبتشيل كل حاجة في حياتها، فهي شغلها كتير الحقيقة، فلازم لازم نديها حقها في المجتمع. والحمد لله، ودي حاجة بصراحة أنا سعيدة بيها، إن الريس والست فعلا مهتمين بالمرأة المصرية، هو دايما حتى طول الوقت في السبيتش بيتكلم عن المرأة المصرية. فيا جماعة بقى، يلا بينا يلا بينا.